الاهلي انا اعتقد قاعد يرمم صفوفه، مثل اظن صوتي لابو اميره حقيقه. مدرب الاهلي اليوم وحتى مدرب الاتحاد، شوف للامانه الشوط الاول كان المدربين كانوا يقدمون عمل تكتيكي فنيا باهت المباراه، ولكن عمل تكتيكي على مستوى انضباط تكتيكي للفريقين، وشفنا ما في تفوق الا في كم فرصه للاهلي تفوق فيها على الاتحاد. لكن الشوط الثاني ليش فرق العناصر؟ تلعب بثلاثه، الاهلي تلعب بثلاثه محترفين اجانب والباقيين لاعيبه سعوديين، لما تتكلم عبد الفتاح، تتكلم عبد الرحمن غريب، تتكلم عن مجموعه كبيره من اللاعبين في الاهلي اللي قاعده تقدم مستويات عاليه جدا. تجي للاتحاد نفس واحد، دكه للاسف يعني فقيره فنيا. شوف أنا في 2 يناير قلتها هنا على هذه الطاولة، كي يعود الاتحاد على أنمار الحالي أن يستقيل. ليه؟ لأنه أنت جاتك الفرصة في بداية الموسم، استلمت الفريق بتوقيت كويس، عندك دعم من الدولة، أنت جاي كرئيس نادي جديد، أكيد عندك دعم مالي جديد، جميع اختياراتك الفنية، في أحد، مع احترامي للاعب هارون كامارا، في أحد يجيب هارون كامارا بهذا المبلغ؟ في يعني هل يعقل انت جاي تبغى تخدم النادي تجيب لاعب بهذا المستوى؟ حتى في القادسيه لاعب جيد، في القادسيه ما هو سيء، ولكن ما هو لاعب يصل انك انت تجيبه ب 22 او 23 مليون، هل يعقل هذا الموضوع؟ هذا دليل ان مؤشر العين اللي تختار لك او انت قاعد تختار خطا. طيب مش عيب انك تغلط، تعال صحح خطاك في الشتويه. برضو الخطأ اللي سويته في بداية الموسم أعدته في الشتوية، وهذا هو حال الفريق. كل أحد يستغرب على مستوى الاتحاد اليوم، أنا استغرب منه، كيف لا تستغرب؟ فقد الشيء لا يعطيه، ما عندك أدوات في الملعب، حتى مدرب الفريق ما تقدر تلومه بشيء، ما عنده أدوات، ما في شيء يقدر يخليه إلا يحاول بالانضباط أنه يقفل ملعبه، وأسهل طريقة فنية أنك تقدر تقفل ملعبك، هذا اللي يقدر يسويه. عدا ذلك فنيا في الملعب ما عنده عناصر تخدمه وممكن تخدمك. هذا الاسلوب شفناه في مباراه النصر الاتحاد الدور الاول، استطاع انه يقفل ملعبه وطلع بالتعادل مع النصر. طلعت الفرق الكبار ما تقدر يعني ما تحتاج منها الا نقطه واحده، للاسف دخل نفق مظلم ازود من الماضي. يعني اذا الظروف تعشق الاتحاد المفروض انه يعني يخسر الفتح والحزم يتعثر كذلك عشان شوية ينتعش الاتحاد يحاول في المباريات الجاية، ولكن للأسف يعني أنا أضم صوتي لأبو أميرة، ممكن يكون يا أخي دافع نفسي الآن، أنت الآن ما في تغيير فني، أنت تلعب على الدوافع المالية كمكافآت والنفسية. أنت كأنمار حاولت بشتى الطرق حتى الآن، يعني شوف أمس مناف ذكر نقطة جدا مهمة، أعطيني سبب لإقالتك لأسامة المولد. انت اليوم اداره الفريق هذه تسير مع الفريق من البدايه، ليش اقلت اسامه؟ شو السبب اللي اقلت فيه اسامه؟ انت عشان انت اليوم لا تغير لمجرد التغيير، طالبك الجمهور انك تمشي لعيبه اجانب، مشيتهم وخليت خمينيز الدور الاول، خليت الفريق يمشي بعدد ناقص من المحترفين. اداره ما يطلبه الجماهير، جمهور الاتحاد ايش يطلب؟ شكل ضغط، انت تطبق وتقول اللي تبي. في الاخير بوجود على رجالات الاتحاد أن تجتمع لإنقاذ الاتحاد، ولا الاتحاد إلى دور المظالم.